رسالة من الملاك ميتاترون. هل تستطيع أن تشعر بالسعادة والبهجة؟ هل تستطيع أن تشعر بعظمتك؟ هل تستطيع أن تشعر بوجودي حولك في أبسط وأعقد الأمور؟ أنا الملاك ميتاترون، لست غريبا عنك، كنت دائما موجودا حولك منذ اللحظة التي ولدت فيها، وسأكون معك في هذه الحياة حتى تسلم روحك لخالقها. نعم، أنا موجود معك بين الحيوات، أو كنت موجودا معك بين الحيوات. أنا النور، أنا الألوان، أنا القوة، أنا الحب، أنا الحكمة، أنا التنوير. قد تسأل كيف تستطيع أن تصل إلي أو تشعر بي؟ لا يوجد هناك غموض ولا يوجد هناك تعقيد، هي فقط أن ترتقي للأعلى وتكون حاضرا بجسدك في الأرض، وسأكون أنا دائما هناك. الكثير منكم لا يعلم أنني قد حملته في أصعب الأوقات في حياته. أنا من كنت أدفعك للتطور والتغير. أحيانا قد يكون لديك شكوك، هل كنت تشعر بي أو كنت تشعر بأنني غائب؟ أنا دائما موجود معك في الأوقات الجيدة وفي الأوقات الصعبة، أنا دائما موجود لأجلك. عندما لا تستطيع أن تراني أو تشعر بي، فقط تخيل لهيبا برتقالي اللون واسأل عني أو اطلبني. ستشعر بلهيب اللون البرتقالي يلف حولك، ستستطيع أن تتواصل معي وتشعر بي. أنا موجود أيضا بداخلك، ذلك اللهيب البرتقالي اللون موجود بداخلك، ذلك اللهيب جزء منك يرويك على جميع المستويات، على مستوى جسدك، مشاعرك، عقلك وروحك. ذلك اللهيب هو نار، شغف، طاقة أساسية، خطوات وقوة الحياة. أنت كذلك تحمل لهيبا أصفر، وهو لهيب البهجة، لهيب المتعة، لهيب الشمس، لهيب الخيميائية، لهيب الحكمة. إن لهيب اللون البرتقالي هو لهيب التنوير، وهو ما يمثل رحلة الارتقاء، وأيضا ما يحيط تردداتك ورحلتك، وهو ما يوقد رحلتك الروحية ويشعل نورك. ارفع يديك عاليا لتستقبل هذا النور، واجعل هذا النور يتنزل على يديك، على ذراعيك، ويقوي جميع قدراتك ومواهبك. اجعل ذلك اللون البرتقالي يلف حنجرتك. عندما تتكلم، ستتكلم بصوت الروح، وستتكلم بالحقيقة. اسمح للون البرتقالي أن يتدفق فيك. ليس من الضروري أن تعتزل للداخل. كن مثلي، كن طاقة متجددة، كن طاقة متحركة، كن طاقة خلاقة، كن طاقة شافية، ودعنا نرى تلك النتائج. أنا دائما معك، دائما أذكرك بحقيقتك، دائما أحركك
لأن تتسلق القمم، وستفعل ذلك مرة بعد أخرى.